الحرية لفلسطين. بهذه الكلمات استقبلت الجماهير الإيرلندية المنتخب الإسرائيلي في دبلن، وذلك قبل انطلاق مباراة لكرة القدم بين المنتخب الإسرائيلي وفريق إيرلندا تحت 21 عاماً. حملة التضامن الإيرلندي الفلسطيني كانت قد دعت في وقت سابق إلى الاحتجاج على إقامة المباراة، فرواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات تظهر الوقفة الاحتجاجية خارج أبواب الملعب، حمل خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مطالبين بمقاطعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي. لنشاهد هذا الفيديو. حملة التضامن كانت قد دعت في وقت سابق بإقصاء إسرائيل من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، لكن للأسف أقيمت المباراة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مع العلم أن إيرلندا من الدول الأوروبية التي تشهد دائماً فعاليات متعلقة بدعم القضية الفلسطينية. فمن المهم جداً التضامن مع القضية الفلسطينية والفلسطينيين بأي طريقة كانت. وأنت عزيزي المشاهد، ما هي الطريقة التي تفضلها لتدعم القضية الفلسطينية؟